بعد دراسة الأمر بعناية مع فريقي قررنا أنك شريكة الجديدة بالطيران بشرط أن تحسن التصرف. حسناً. سنبدأ تدريبك بسباق طيران. اعتبري الشجرة مكان روميو وعلينا الإمساك به. قفي بمكانك. سأساعد. موتسوكي جامحة جداً. أتستطيع البومة تدريبها؟ قدمت بداية جيدة. هيا فلنتأكد من عدم وجود أشرار. رياح البومة، هجوم خارق. اغربوا يا أشرار. والآن ماذا سنفعل؟ نطير لنادي القمر. سفر للفضاء مع عثة شريكة الطيران ستكون رائعة. علي الاستعداد. فقاعة رأس مضحكة. ستغضب لونا حين ترى هذا. كيف تجرؤين؟ تذهب بوما وموتسوكي إلى القمر. هذا ما أريد معرفته. لا أصدق أن بومت على قمري ومع عثتي. ستدخلان إلى حصن لونا؟ لم أرى غاضبة لهذا الحال. لن يدخله أحد من دوني. خذني إلى القمر الآن. لونا؟ هذا الشيء بلا فائدة. كيف حالكما؟ العثة الصغيرة اختطفت كيفن وأخذته إلى القمر وسيتحول بالكامل، وهذا ظلم شديد. ظلم شديد؟ ماذا؟ سيتحول بالكامل؟ أسيصبح مستديما حقيقيا؟ هذه مجرد خرافة، لسنا واثقين من صحتها. وإن كانت صحيحة لا أظن كيفن سيقبل. المستذئبون أشرار، علينا الذهاب والاطمئنان عليه. مستعدان لرحلة إلى القمر؟ نعم. ليس أنتما، سوف تبقيان هنا. هذا ظلم. ظلم شديد. لنعيد المقر للإقلاع. سنعيد كيفن، نعدكما. ستجعلك صلباً وقوياً وشريراً. عليك الوقوف هناك، وضوء القمر والبلورة سيحولانك بالكامل. توقفوا حالاً. ماذا ستفعلون؟ كفى، أخرجانا من هنا. لطف منكم أن تأتوا لمشاهدة تحول المستذئب اللطيف إلى شرير ضخم. لن يصبح كيفن شريراً. لكنه يريد التحول بالكامل، أليس كذلك كيفن؟ لما تفعلان هذا؟ أتمزحين؟ إن صنعنا مستذئباً يطيعنا، ما الأروع من ذلك؟ دورك أيها المستذئب. سندخل بهدوء وتمهل، فهي تحب ذلك. هيا. مرحبا أنيو، نأمل ألا تمانع زيارتنا مجددا. رأينا أثار أقدام للنينجا. هؤلاء النينجا يتجولون هنا دائما، لكن ليس اليوم. حسنا، بما أننا هنا، هل أخبرتنا بقصص عن الجبل؟ نحب ذلك.
وإذا أتى نينجا ليل ومحاربوه فسنعرف كيف نتعامل معهم. حسناً، لا أستقبل زائرين عادة، لكن بما أنكم هنا. أجل، شكراً أنيو. أعتقد أنك اعتدت على هذا المكان ثانية. صحيح، لكن حياتي هنا بدأت منذ الأزل. واو، لابد أنك تعرفين الكثير. ما عليك معرفته هو أن الجبل سيبوح بأسراره بمجرد أن تظهر احترامك له. أجل، كهذه الصخور التي تقذف الكرات اللاصقة. واثقة أنها تعرف ذلك فعلا. ماذا لو كانت لا تعرف؟ أحاول المساعدة. إذن ماذا بعد؟ عندما أتيت إلى هنا في آخر مرة عثرت على لفافة قديمة، لكن تلك اللفافة أخبرتني بأن سراً كبيراً يختبئ هنا، الصولجان الذهبي. واليوم سوف أحصل عليه. ماذا؟ أحتاج لدخول الباجودة، لكنها ستمنعني بعصاها السخيفة، لذا أحضر تلك العصا. مهلاً، أعدها لي. عرفت أنكم ستقتحمون سباقي، لكن لن أسمح لأسرع سيارات المدينة بسرقة الأضواء مني. إن تقدمت بخطوة أخرى سأحطم سيارة القط. ستكون جائزة إضافية رائعة ينالها الأسرع والأقوى في سباق القمر. سأشارك بسيارة التقليص السريعة. هذا ظلم شديد. أيها القط المسكين، إن أردت استعادتها ما عليك إلا الفوز بالسباق. كنت أود ذلك، لكن بسببك لم تعد لدي سيارة للسباق. إلا إذا سأعود حالاً. أوه، تبدو لطيفاً جداً في عربة الأطفال. لا تسرع وإلا سيغير الحلزون. هل أنت واثق مما تفعله؟ قد يكون السباق خطيراً ومدمراً. بوسعي إحضار سيارة الزاحف. ماذا إن قلصها أيضاً؟ سنساعدك طوال الوقت. سنكون فريق دعمك. شكراً لكما، يمكنني الفوز. لن تكون الأخير. أستذئبون بعربات صغيرة؟ تأخرنا؟ أتيتم بوقت القواعد. القاعدة الأولى هي ألا توجد قواعد. مهلاً، عليك وضع قواعد وإلا سيكون السباق ظالماً. ستغشون. مستحيل. لا لن نفعل. أنت محق. كشفت أمري. سنفعل. حسناً، الغش ممنوع. والإهانات ممنوعة. والحيل الدنيئة ممنوعة. والتذمر ممنوع. حسناً، ما عدا التذمر فهو من مميزاتي. أتمنى لكم الحظ. مجرد آلة. انظر، أعتقد أنني عرفت ما حدث. علينا التصدي لروميو، سنجد صديقه الآلي لاحقاً، إنه مجرد آلة. غير معقول، كلامه في غاية القسوة، والأسوأ أننا وافقنا على كلامه. غالباً ظن أن عدم اهتمامنا بالآلي يعني أنه أيضاً لا يهمنا. مؤكد لهذا رحل. لا يمكننا تركه غاضباً مع روميو. هيا. فتى القط المدهش يقفز كالفهد ويزأر كالأسد. نعم. ربما كان علي إصلاح قطعة الخردة. الآلي صغير. يبدو أنه أشفق على صديقه المصفح الكبير. إذن ما وضع الآلي الصغير؟ ليس جيداً، سنحتاج لمساعدتك لمصالحته. لماذا؟ أهو غاضب؟ بل مجروح، انزعج بشدة فهرب. علينا مساعدته، إنه آلي صغير. هذا هو، هذا ما أزعجه. أتذكر عندما قال زاحف علينا إصلاح الآلي؟
حينها قالت: إنه مجرد آلة، يبدو الأمر بشعاً، لم أفكر حينها. ولا نحن، ووافقناك في الأمر. إنها كارثة، سيسامحنا حين نعتذر منه بعد أن نجده. علينا فعل هذا الآن. كادت طاقة. يا رفاق، أرى شيئاً. أثار إطارات. هذه ليست للولا. مختبر روميو؟ كلا، لقد عاد إلى المدينة. رأيناه. لابد أن هذه الآثار من آخر زيارة له هنا. الآلية محق، لا شيء هنا. لنعاود ملاحقة المدرسة. إنها لك. بعض الشيء. ماذا يحدث؟ أيها الآلي، أبطئ السرعة، شغل محركات الدفع الخلفية. لا تقلق. اسمح لي. إنها تبتلعنا. أين نحن؟ جداً سيعمل كل شيء. انتظري حتى تنتهي. أتعرفين؟ لا أفهم وظيفة التابع الأمين هذا، لكنني أعترف أحب أن آمر أحدهم. إذن ما رأيك باسم جديد؟ ماثينا، ماثريلا، ماتشوكي. اللمسة الأخيرة إلى حصني. حسناً، إلى حصننا. والآن لنجذب الأشياء الفاخرة من المدينة. عد لبطلاتنا الفضائية لتعمل قوانا كما تعمل على الأرض. شكراً أيها الصغير. لونا، ما هذا؟ أياً كان، فأنا واثق بأن لونا هي من تديره. انظرا، تأخذ أشياء من المدينة لتضعها على القمر. علينا إيقافها، لكن أيضاً علينا حماية المدينة. لا يمكننا فعل الأمرين معاً، على الأقل ليس معاً. مهلاً، ماذا تقصد؟ علي البقاء هنا كي أتأكد من أن لونا لن تأخذ شيئاً. اذهبا بدوني. لكننا فريق واحد. هذا هو الوقت الذي علينا التفرق فيه. هيا أنتما طاردا لونا. الفتى قد محق، لن نستطيع إيقافها من هنا. يجب أن نسرع إذن. سوف أذهب. حظا موفقا. حظا موفقا أيها القائد. رائع، هذا المكان. هادئ هادئ هادئ. بالتأكيد، وحين تصل إلى القمة سيجعلك الجبل هادئاً. من يصل أخيراً هو الثرثار. كيف صعدنا إلى القمة من قبل ولم نشعر بشيء؟ لن يفهم ذلك سوى معلم حكيم. لنتجه إلى الهدوء. يتجهون نحو الهدوء. إذن لذلك يريد الأحمق المتحجر الصعود إلى جبلي لنقدم ترحيباً منفراً، لكن كيف؟ ها
هيا، أيليق الهجوم اللاصق وحده بمحارب شهير مثلي؟ حسناً، لكنها فكرتي أنا. إيا. معلمي، هذا طائر جبلي هادئ؟ لا، إنه هجوم نينجا مزعج. النينجا؟ اطمئنوا، سرعة القط الخارقة. لا يهمني أمر النينجا. صحيح أيها القط المعلم، فوق الجبل لن يزعجني شيء. تتحدث كبطل حقيقي، لكن لنصعد إلى القمة للتأكد. ظل الكائن المتحجر هادئاً، لكنني أعرف الطريقة الملائمة لإثارة غضبه. ضحكة الشريرة. كفى. نجح الجبل بالفعل، أشعر بهدوء تام. الدرج الخطأ. ها هو. واو، حجر. شكراً. إنه أكثر من مجرد حجر. ها؟ حجر التفكير موجود منذ الأزل، والسيطرة على قوته تمنح قوة عظيمة. لكن أين زاحف؟ يقوم بالحراسة. أمل أن تكون الأمور بخير في المقر. هل تستطيع؟ عضلات الزاحف الخارقة. رائع، دعني أريك كيف يتم ذلك. أرماديلان هو الأفضل. لا. هذا ساخن. هي، كادت الحافلة تتحطم. إنها بخير. أتوجد طريقة لاختبار قوتنا؟ أجل، صحيح. كفى إحماء. لننتقل إلى المستوى الأعلى. أجل. أجل. والآن حان دورك. واحد. اثنان. ثلاثة. انتهي. عضلات الزحف الخارقة هي الأفضل. إن إبهامي الرعدي أقوى من جسدك بأكمله. حقاً؟ انتظر حتى يلتقي إبهامك الرعدي بخنصر الزحف الخارق. شيء في مكانه. لماذا يقتحم أحدهم المكان ولا يأخذ شيئاً؟ هل سمعتما؟ مرحباً أيها القط، ما بك؟ الآن تشتت تركيزك أنت. القطة رائعة، تستطيع العناية بأنفسها مثلي، لكن علينا الإمساك بالشرير. كاشف حرارة وحركة؟ فكرت في كل شيء أيها الآلي. لين المتوتر اليوم بالفعل. ربما متحمس لركوب باحث المقنعين فقط. ربما. إلى المتحف. سأبحث في الداخل. سرعة القط الخارقة. لا شيء مفقود باستثناء عظمة ديناصور. لكن لما تركت هنا؟ اسمع، هناك طائر. لما هو مستيقظ ليلا؟ تريدين إلقاء نظرة؟ لا بأس، غالبا يجمع أغراضه لبناء عش.
لكن اهدأ. زحف محق، الأبطال لا يفتعلون المشاكل بل يحلونها، أرجوك. هذا ليس مفيدا لك أو للمدينة، يجب أن تتراجع قبل أن يزداد الأمر سوءا. أعرف روميو هو من بدأ ذلك، لكن كلما ازددت غضبا زاد هو الآخر غضبا. الفتى السيء أيها الآلي، وقت العودة إلى سيدك. أوه، احذر أيها الآلي المصغر، نحن آليون مثلك تماما. حصلت عليك الآن أيها الآلي المصغر، ولدي عمل لك أيضاً، 4000 معطف مختبر عليك غسلها. أوه بلى ستفعل، أنت ملكي الآن وإلى الأبد. توقف الآن أيها الآلي المصغر. من الغريب أن نعود ونترك العمل الشاق لزاحف. محارب النينجا يقترب من يمينك. لا مشكلة. خذي هذه يا محارب النينجا. مركبة الزاحف. برام برام بيم 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 بيم. ماذا يفعل؟ تحتاج مساعدة؟ نحن هنا ولا أثر لنينجا الليل. الأمور تحت السيطرة. فرصة ممتازة لتجربة مادة المنومة الجديدة. نوما هنيئا يا مقنعين. أشعر بالنعاس. لا ينام البوم في. لم أبرمجك لفعل هذا، ليس بي على الأقل. أحسنت أيها الآلي. ماذا ستفعل الآن؟ حفل آليين. إن انشغال الآليين بألعاب الحفلات هذا سيبعد روميو عن الشغب. سنحول المصنع الطائرة إلى مصنع مرح. أتوق لرؤية ما سيحدث. أيها الآلي، أترى هذا؟ إنه يبدو مهماً، صحيح؟ يا
أجل آلي، ماذا تفعل؟ لعبة لصق الذيل بالآلي سيدي. الآليون بلا ذيول. أوه سيدي، إنه حفل فحسب. أنا آمرك بالتوقف عن المرح، آمركم بأن تدعوني ألعب الآن. الآن فرصتنا لإنقاذ الموقف وإقناع روميو بترك الشر. نعم، حان الوقت ليصبح لطيفاً كالآليين. هيا أيها الآلي المقنع. أما زلت خائفاً منهم؟ أنت المسيطر الآن. لا بأس أيها الآلي المقنع، سنعود سريعاً إلى طائرة البومة. كوميت، أهذا أنت؟ أحسنت صنعاً يا صغير. أجل، ابحث عن بومة وزاحف وأحضرهما إلينا. اسمح لي كوميت، ابحث عن البومة والزاحف وأحضرهما إلينا. قد يصعد إلى هنا. آمل أنهم منشدوا العيد. حان دورك يا بومة. رياح البومة. إذن هل تحب كعك العيد؟ إنه دسم ويجعلني أبرح. عيدا سعيدا سانتا. مرحبا أيها الخير. خطة خطيرة بومة. لا تقلق، إنه بطل. صحيح أيها الآلي؟ إذا بجمع معلومات بقدر الإمكان وعد إلينا. لوسيكا فعلها. سرعة القط الخارقة. الفتى القط يركض حول الآليين السخفاء بسرعة الضوء. ماذا يحدث؟ آلي، أمسك بهم. سأقبض عليهم سيدي. تعال ونل مني. القبض على الفتى السحلية. لن تخيفنا بعبوات الصفيح الطائرة الراميو. أتعجز العصفورة عن الطيران كالآليين المدهشين؟ أهذا الطيران؟ إنها البداية فقط، تخلصوا من المتطفلين يا آليين. والآن ادخلوا. بحاجة لفحص أخير. حان وقت لعبة راميو يقول. راميو يقول إلى اليسار. راميو يقول إلى اليمين. والآن راميو يقول أدوا الرقصة السرية التي علمتكم إياها البارحة.